بريق تكشف عن علاماتها التجارية الجديدة في سيتيسكيب البحرين. بريق تكشف عن 4 مشاريع في منصاتها: قرية راس حيان، المساكن الخاصة بفور سيزن خليج البحرين، نون البحرين، ستراتا في دلمونيا. قرية راس حيان هي مشروع جديد يقع في الجنوب الشرقي من البحرين. يتكون المشروع من وحدات وقسائم سكنية، ساحة مطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة، مارينا، شقق فندقية، شقق سكنية، مسجد، شاطئ عام، ممشى، منتزه أشجار القرم وفندق.